البي ار بي من العلاجات الجديده اللي بتستخدم للشعر للجلد وليها استخدامات تانية طبعا في الطب. بتعتمد ان احنا بناخد البلاد ونعمل له سنترفيوج هنا في جهاز سنترفيوج عشان نفصل الكرات الدم الحمراء والبيضاء وناخد البلازما فيها كونسنتريت بليتليت. البليتليت هيلينج باور بيساعد اي اورجان بنحقنه فيه، لما بنحقنه في الجلد بيحسن خواص الجلد بيخليه يبقى ستريتشد وليفتد ويبان مور هيلثي لوك. لما بنستعمله مع الشعر كمان بيقلل الثيننج والهير فول وبيحسن كثافه الشعر. بنعمل سنترفيوج وبعد كده بنستعمل الجن في الحقن. الجن دي طبعا ليها مزايا كتيره قوي، انها بتدينا نتيجه مور اكوريت ديبس اند دوز، وفي نفس الوقت بتبقى سريعه جدا فمينيمال بين، تقريبا ما فيش بين خالص مع التكنيك بتاع الانجكشن. النتائج تقريبا من 70 ل 80%، بس لازم نحتاج 3 جلسات 1 مانث ابارت. والنهارده سعر بقى افوردبل جدا، لما ناخد باكج لثلاث جلسات زي ما قلنا بناخد نتائج كويسه قوي. البلازما طبعا عشان بنعملها حقن، ناس كتير قوي بتخاف من الحقن، ازاي هتحقن هنا؟ دي حاجه شكلها كده مخيف قوي، لكن في الحقيقه ان الدنيا اتقدمت قوي في الحكايه دي. طبعا احنا بنستعمل نامين كريم يخلي الجلد يعني كومفورتبل جدا. الحاجه الثانيه الجن، الجن دي جهاز يعتبر حديث نسبيا. الفكره فيه ان احنا بنحط السيرنج هنا اللي بنحقن بيها وبنستعمل الابره هنا. الجن بتعمل شوت، الشوت دي بتدينا دخله سريعه جدا فبتبقى مينيمال بين او تقريبا ما فيش بين خالص.